بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد، الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم في كل وقت وحين، اللهم آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها قد بيّن سبحانه وتعالى في النص القرآني الحكيم انقطاع نبي الله زكريا عليه السلام إلى ربه تعالى لما مسوا الضر بتفرده، يعني إنه لوحده محتاج ذرية. اشتعلت في نفس سيدنا زكريا عليه السلام رغبة الإنجاب، وإحنا قلنا لما شاف عطاءات الله الفريدة والعجيبة لسيدة نساء العالمين ستنا مريم عليها السلام، كلما دخل عليها المحرابة وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. اشتعلت في قلب نفس سيدنا زكريا رغبة الإنجاب، وأحب عليه السلام وجود ذرية تؤنسه وتقويه على أمر دينه ودنياه، وتكون الذرية دي كمان قائمة مقامه بعد موته في تحمل تبعات الرسالة والتكليف ونشر العلم وهداية الناس، كما قال سيدنا زكريا في دعائه لربه: يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. دعا زكريا مولاه دعاء مخلصا خفيا، عارفا موقنا بأن الله تعالى قادر على ذلك، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. حتى وإن استحالت الأسباب، حتى وإن انتهت الحال به وبزوجته من كبر في السن وغيره إلى حد اليأس من الإنجاب بحكم العادة، ورجل طاعن في السن وامرأة طاعنة في السن وكمان عاقر، إلا أنه رغب في رحمة مولاه، إلا أنه عليه السلام تضرع إلى ربه ودعاه كما أخبرتنا سورة الأنبياء وغيرها في سور القرآن الكريم، في سورة الأنبياء في قوله تعالى: وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. وعشنا مع حضراتكم في الحلقة الماضية مع بعض صفات
هذا النبي الكريم نبي الله يحيى عليه السلام اللي ذكرها القرآن الكريم، وكما أخبر سبحانه وتعالى سيدنا زكريا عن طريق الملائكة الكرام ببشرى ميلاد غلام، وإنه هذا الغلام اسمه يحيى، سماه الله تعالى يحيى، الله أخبره بذلك، فقد أخبره كذلك مع اسمه صفات هذا الغلام الكريم، أخبره بصفاته الكريمة. قال تعالى: فنادته الملائكة، أي نادت الملائكة سيدنا زكريا وهو في المحراب، يقول الله تعالى: فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. مصدق بكلمة من الله، هو أول من آمن بنبوة سيدنا عيسى عليه السلام وصدق وسارع دون تردد، وده لوضع الهداية إلى الهدى، عطاء رباني كريم، إنه مصدق بكلمة من الله، وإنه سيد ساد قومه بشريف خصاله الطيبة. كان يحيى عليه السلام لا يحب المعاصي ولا يقترفها ولا حتى يهم بيها عليه السلام، مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا. حصورا قلنا لحضراتكم في آخر حلقة هو الذي تعف في نفسه عن أنه يأتي الأمور زي اللعب واللهو، وكذلك العفة من النساء مع القدرة التامة أنه يستطيع أنه يتزوج، لكنه كان يزهد في ذلك. حتى لما كانوا الصبيان لما كان في سن صغيرة يدعوه يقولوا له تعالى يلا نلعب مع بعض، يقول ما للعب خلقت، عليه السلام. وربنا بيقول ونبيا من الصالحين، كل ده ربنا بشر به سيدنا زكريا قبل أن يأتي هذا الغلام الكريم، إنه كمان سيكون نبي من الأنبياء الصالحين عليه السلام. وكذلك من صفاته الواردة في القرآن الكريم في سورة مريم كما قال الله تعالى: وكان تقيا، يعني كان سيدنا يحيى عليه السلام عبد صالح متقي لله سبحانه وتعالى، زي ما قلنا كان لا يحب المعاصي، كانت نفسه تأنف المعاصي، لم يهم بمعصية قط. طاهر عليه السلام لم يقترف ذنب لا صغيرة ولا كبيرة عليه السلام، وكان من صفاته كما قال الله تعالى: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. كان بار جدا بوالديه سيدنا يحيى عليه السلام، وخاصة أن والديه هو جالهم وهم في سن كبيرة، بعض الروايات تقول سيدنا زكريا كان عمره تقريبا 100 سنة، وبعض الروايات تقول 120 سنة، يعني سواء 100 أو 120 سن كبيرة وطاعنة. وهو نفسه وصف حاله لرب العالمين وهو يدعوه: اشتعل الرأس شيبة، إن أنا خلاص شعرك ما فيش مكان، يعني وكأن النار كالنار التي يعني تتقد في الهشيم، الشيب اشتعل ملأ رأسه، دليل على أنه كبر يعني أو أنه كبير في السن. وامرأته كبيرة، قيل إنها حاجة وتسعين سنة، 98 سنة، وكانت عاقر، ومع ذلك هو سأل مولاه سبحانه وتعالى فأجابه بهذا الغلام اللي كمان مش بس يشيل أمانة الدعوة وتبليغ العلم للناس، لا وكمان بار بوالديه. ودي إشارة قرآنية عشان يلتفت كل إنسان مننا إلى قضية بر الوالدين، واللي ربنا سبحانه وتعالى بيذكرها على جهة الخصوص، وإنها أحد الصفات الراقية في شخصية نبي الله يحيى عليه السلام. تفرغ سيدنا يحيى لعبادة الله تعالى، وكبر سيدنا يحيى على التقوى والإيمان، ومع هذه العبادة الخالصة لله تعالى كان سيدنا يحيى عليه السلام أكثر الناس زهد، كان كتير الانفراد من الناس، يعني يحب يجلس لوحده، وكان يحب يختلي بنفسه فيقعد في هذه الخلوات يذكر مولاه سبحانه وتعالى، كم كان يروق ذلك لنبي الله يحيى عليه السلام ونبيا من الصالحين. ربنا أوحاله، أوحى الله تعالى إليه بالنبوة، ونبئ قبل أن يبلغ 30 من عمره عليه السلام، وعليه السلام كما كان يعظ الناس بالموعظة الحسنة
ويقودهم إلى طريق ويرشدهم إلى طريق الخيرات، كان برضو بيبشرهم برسول يأتي من بعده ويحكي عنه، وإنه أو هذا الرسول اللي هو شو بقى تواضعه في الحديث في الإخبار عن سيدنا عيسى عليه السلام، وهو قريبه برضه. فيقول كما جاءت الروايات: يأتي من بعدي من هو أقوى مني، الذي لست أهلا أن أنحني فأحل سيور حذائه، أو إن أنا يعني يفك سيور الحذاء، يعني هو من تواضع أقل حتى من إنه يقعد تحت رجليه فيفك له سيور الحذاء. شوف تواضع سيدنا يحيى في حديثه عن أخيه نبي الله عيسى عليه السلام. فسلام الله على سيدنا يحيى، وسلام الله على سيدنا عيسى عليهما السلام. وكان لسيدنا يحيى مواعظ بليغة كان بيعظ بيها بني إسرائيل، يعينهم على إصلاح أحوالهم سواء في الدنيا والأخرى، ودي مهمة الأنبياء عليهم السلام. فمما كان يقوله لبني إسرائيل عليه السلام، كان سيدنا يحيى يقول لهم: وآمركم بالصلاة فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت، فإن الله ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت، فإذا صليتم فلا تلتفتوا. يعني سيدنا يحيى بينصحهم وبيقول إن الصلاة مناجاة العبد لمولاه، فوجب على القلب إنه يخشع وإنه يذكر بحضور وخشوع واستشعار لما يردد في الصلاة من أذكار، فإنه لو خشع القلب خشعت سائر الجوارح. الخشوع في الصلاة من المعاني المهمة في قضية ذكر الله في الصلاة. الصلاة ذكر، إن ربنا سبحانه وتعالى أخبر سيدنا موسى: وأقم الصلاة لذكري. يعني الخشوع في الصلاة أمر مهم حض عليه أنبياء الله جميعا عليهم الصلاة والسلام، حتى وإن اختلفت هيئات الصلاة الخاصة بكل أمة من الأمم دي. وكما قال الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاج. أيا ما كانت هيئات الصلاة لكل أمة، إلا أنه في النهاية كل نبي كان يحض قومه على أن يخشعوا ويخضعوا في صلاتهم، وأنه الإنسان يقبل على الصلاة بقلبه ويعلم بأنه يخاطب مولاه. هكذا حضهم نبي الله يحيى، وكذلك حض قام بنصحنا وتوجيهنا سيدنا ومولانا سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لما علمنا إن الرجل لا ينصرف، يعني يقصد من صلاته، وما كتب له إلا عشر صلاته: تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. يعني التنبيه على الخشوع والتدبر، لأن الخشوع والتدبر روح الصلاة، والمؤمن مأمور بالخشوع والتدبر في كل صلاة، مش حركات وكلام دون وعي ودون استشعار ودون إحساس بالأذكار وبإننا بين يدي الرحمن سبحانه وتعالى. وينبغي للإنسان المصلي ألا ينشغل بأمور الدنيا عن ربه الواقف بين يديه حتى يفوز بالثواب والأجر. والحديث ده اللي بيقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل لا ينصرف، أي من أي يخرج من صلاته وينتهي منها، وما كتب له إلا عشر الصلاة بتاعته، أو تسعها، أو ثمنها، أو سبعها، أو سدسها، أو خمسها، أو ربعها، أو ثلثها، أو نصفها. يعني لا يكون له من أجرها إلا قدر ما عقل منها، قد ما خشع وركز واستجمع الحضور والتركيز كله هو بيقول إيه وبين إيدين مولاه. يعني بيكون له الأجر، بيكون له من أجرها، لا يكون له من أجرها إلا قدر ما عقل منها في صلاته، وقدر ما خشع منها في صلاته، وما أدى من شروطها وأركانها، يعني الصلاة. والاختلاف ده في الأجر بيدل على اختلاف أجر المصلين، كل إنسان على قدر خشوعه وخضوعه بيكون أجره. والحديث نفسه فيه الحث على الخشوع في الصلاة، والزجر عن إن احنا ننشغل في الصلاة بغير الله تعالى. وهذا
كذلك ما نبهت إليه موعظة نبي الله يحيى عليه السلام التي كان يعظ بها بني إسرائيل في قوله عليه السلام: وآمركم بالصلاة فإن الله تعالى ينصب وجهه قبل عبده ما لم يلتفت فإذا صليتم فلا تلتفتوا. ومن مواعظ سيدنا يحيى عليه السلام كذلك، وإحنا في نطاق وفي شرف الحديث عنه من خلال التفسير الموضوعي لسورة الأنبياء، من مواعظ سيدنا يحيى كذلك الخاصة بالصدقة، كلمته لبني إسرائيل: وآمركم بالصدقة فإن مثل ذلك كمثل رجل أسره العدو. الإنسان لما حد في حرب مثلا ويأسروه أو خدوا حد، وبعدين هو بيقول كمثل رجل أسره العدو فشدوا يده إلى عنقه وقدموه ليضربوا عنقه هيذبحوه يعني. فهو بيقول لهم وهو في هذا الحال الضعيف: هل لكم أن أفتدي نفسي منكم؟ هنجي نفسي منكم؟ لا، بأن أنا أفدي نفسي. فجعل يفتدي نفسه منهم بالقليل والكثير حتى فك نفسه، يديهم كل اللي عنده من قليل أو كثير عشان يفتدي نفسه وينجو من أن تضرب عنقه. الصدقة بتنجي في الدنيا والآخرة وتستجلب الرحمات. وقال سيد الأولين والآخرين: إن الصدقة لتطفئ غضب الرب. وهكذا إنه بنشوف إن المنهل في رسالات السماء لأهل الأرض واحد، والمعين واحد، كلها إضاءات من شعاع النور الرباني لهداية الناس لما فيه الخير والصلاح في الدنيا والآخرة من أجل العبادة والعمارة وتزكية النفوس. فسلام الله على سيدنا يحيى، وسلام الله على سيدنا زكريا، وسلام الله على سيدنا عيسى، وسلام الله على سيدتنا مريم، وسلام الله على سائر الرسل الكرام، وسلام الله وصلاته على نبينا سيدنا محمد الخاتم البشير السراج المنير رحمة الله تعالى للعالمين. اللهم في كل وقت وحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلادنا، وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. اللهم اجعلنا مسلمين لك، واجعل ذريتنا أمة مسلمة لك، إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام والطول والإنعام والعفو والإحسان والمنن والرضوان، من علينا بنعمة الأمن والأمان والهداية والإيمان، وأدم علينا نعمة السلامة والسلام والعافية والتيسير والتوفيق على الدوام، واحفظنا بحفظك الذي لا يرام يا خير الحافظين ويا مجيب السائلين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم آمين آمين.